تسأل وتقول: في رمضان الماضي ذهبنا لأداء العمرة، وعندما حضرنا إلى المسجد الحرام جلسنا نؤدي تحية المسجد، ثم بعد ذلك جلسنا قليلا، ثم صلينا تطوعا، ثم بعد ذلك صلاة الفجر طفنا، وبعد ذلك سعينا، ولكن زادونا في السعي، فهل علينا شيء في ذلك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الأفضل من القدم إلى مكة أن يبدأ بالطواف، يبدأ بالطواف لأنه تحية الكعبة للقادم، هذا هو الأفضل، ثم يصلي بعد الطواف ركعتين، ركعتي الطواف، وإن كان متعبا أو المكان مزدحم وصلى ركعتين في المسجد وجلس للراحة، أو صادف وقت الفريضة وصلى الفريضة ثم طاف بعد ذلك فلا بأس بذلك. المبادرة أحسن إذا تيسرت، وإن لم تتيسر فلا بأس بالتأخير، فما فعلتم لا بأس به. أما الزيادة في السعي، السعي 7 أشواط، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، ذهابه سعيه، ذهابه من الصفا إلى المروة سعيه، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية ثانية حتى يكمل 7، وإذا زاد فإن هذا لا يؤثر على السعي، السعي صحيح وتكون زيادة لا عبرة بها. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.